الإدارية في إطار الطلب ديال الإلغاء ديال المقرر كان بتفويض من الفريق، وكان داخل لقاء ديال الفريق ديال المستشارين للعدالة والتنمية، بالتالي ليست مبادرة فردية درتها من راسي. والمبادرات ديال عدد من المبادرات ديال الإخوان كيتم المصادقة عليهم داخل الفريق، يعني هذا باش يتم، يعني الدعوة اللي كاين في المحكمة هي دعوة ديال العدالة والتنمية ضد رئيس المجلس البلدي من أجل الإلغاء ديال المقرر ديال الإضافة ديال 640 مليون ديال السنتيم، والإشارة مرت جلستين في المحكمة، وهنايا غادي نفتح القوس وغادي نقول جماعة العرائش للأسف عندها دايرة واحد المحامي، هذاك المحامي ما كيحضرش في الأحكام ولا في الدعاوي اللي كتكون الجماعة غادا تخلص فيهم الفلوس، الميزانية ديال الجماعة غادي يخرجوا منها الفلوس وغادي يمشيو للخواص، هذاك المحامي ولا الجماعة ما كتكونش مصوفة، ما حضراش حتى المحامي ما كيحضرش، ولكن في الدعوة اللي كنطلبوا منها أنها ناخذوا الفلوس من ما تمشيوش للشركة ولكن يبقاو في الميزانية ديال الجماعة، كيحضر المحامي وكتشتغل العمالة وكتباغي الإفلاس ديال الجماعة، كاين اهتمام ديال الاقسام ديال الجماعه والاقسام ديال عمل العرائش بهذا الملف هذا، وكيوجدوا الردود كيوجدوا، بالتالي هنا باش نفهموا المنطقه اللي كيشتغلوا، اللي المنطقه ديال العصابه والمنطقه ديال المافيا اللي كتشتغل به من اجل، ما حنا كنشتغلوا من اجل حمايه المال العام، نشتغلوا هذا هو القصد اللي خصو يكون في التدبير ديال المافيا، ولكن للاسف هذا القدر ديالنا في هذه المدينه هذه. كاينه المسؤوليه ديال العداله والتنميه في اختلالات المجلس. اخوان حنا نشتغل الموقع ديالنا موقع ديال المعارضه، الموقع ديال المعارضه يشكل اقليه داخل المجلس الجماعي، التموقع من المعارضه جاء اننا ما عندناش عدد الاصوات كافيه باش اننا نحصلوا على رئاسه المجلس، حنا عندنا الاصل 13 والأغلبية عندها 26، بالتالي هي التي تدبر بمنطق الأصوات وبمنطق العددي، هي اللي كتختار الاختيار يعني اللي كيناسبها بعدد الأصوات. بالتالي حنا الموقف ديالنا هو موقف كيفما شرح السي أشرف، موقف ديال الطرح، الموقف أننا كنسلكوا نديروا إجراءات قانونية من أجل الطرح ديال عدد الملفات، طالبنا بعقد الدورات الاستثنائية، طالبنا بإدراج عدد من النقاط في جدول الأعمال، طالبنا بعدد من الاسئله الكتابيه، درنا واحد العدد ديال يعني ديال درنا ندوات كذلك، حنا درنا عبرنا على عدد من المواقف سلكناها اللي هي قانونيه، وحنا في عقل في الندوه السابقه قلنا لكم حنا في المعارضه كنشتغلوا في منطقه التدرج، هذا الرئيس هذا كننبهوه وكنعبروا على الموقف ديالنا وكنحاولوا ما امكن اننا نشتغلوا مع بعض الخيرين داخل الاغلبيه، حتى ديك الاغلبيه ديال 26 راه فيها واحد العداد ديال الناس اللي كيبغيو مصلحه المدينه، اللي كيمشيو ضد الرئيس واللي كيعبروا على المواقف ديالهم ضد الرئيس وكيصوتوا ضد الرئيس. الان وصلنا لمرحله متقدمه في المعارضه ديالنا، وصلنا لمرحله ديال التقاضي في المحكمه الاداريه. هذه المعارضه اللي كانت قبل واش سبق الى ولجت المحكمه الاداريه من اجل الالغاء ديال المقرر باش نحافظوا على اللي تاثر على الميزانيه ديال الجماعه ونحافظوا على الاتزان داخل الميزانيه ديال الجماعه. بالتالي هذه هي المواقف ديالنا، هكذا نشتغل، والمواقف اللي كنعبروا عليها في الخارج وكنعبروا عليها في الندوات وكنعبروا عليها الصحافه هي التي نعبر عليها داخل الدوره، وهي التي نعبر عليها في عمليه ديال التصويت. ما يثبتش اننا في واحد اليوم من الايام اننا كنخرجوا كنسوقوا على ان ملف النظافه هو واحد الملف فاسد، واحد الملف تشوبه شبهات وتشوبه عمليات الفساد، وبين نوصلوا للدوره ديال المجلس باش نصادقوا على الملف كنرفعوا يدينا، ما عمرنا درناها. اسمو فيهم داخل الدوره كيقول لك تؤجل واش تيتفاهموا بيناتهم، واش شنو غادي يقدموا، حنا قلنا لهم فتحوا المحطه، فتحوا الكراني يدخلوا ومن بعد ناقشوا المحلات. وصلنا مع غير حلوا هذه المحطه هذه، وللاشاره حنا صوتنا على التدبير المفوض، لحد الساعه ما كاينش التدبير صوت على التدبير، يعني اختيار ديال التدبير المباشر، حنا كنقولوا لهم حنا كيف ما صوتنا على التدبير المفوض نقدروا نصوتوا على التدبير المباشر. التدبير المفوض نهار اللي صوتنا عليه ما كانش عندنا العرض ديال الشركه،
ولكن نهار اللي تقدمنا العرض ديال الشركه عرض هزيل غير منصف للفلوس للاستثمارات اللي تخسرت تما في الجماعه، غير منصف للمشتغلين اللي كيشتغلوا في المحطه الحاليه، غير منصف الفلوس اللي غادا تدخل للجماعه. العرض اللي قدمته الشركه المحطه القديمه الحاليه الان كتدخل اكثر منه. بالتالي حنا كنخدموا العقل ديالنا، حنا ما شادين لونفلوب من عند حتى شي واحد وما كيدينا حتى شي واحد وما كنديروش البوليميك. كنقولوا العرض الجيد اللي غادي يرقى انه تسير به مدينه العرائش، اسيدي نديروا عليه الاستفتاء في المدينه، الناس المدينه يديروا هذاك التدبير التشاروكي، اسيدي باش نمشيو هاد الناس المدينه حنا نمشيو معاهم، حيت ما كيهمونا لا محلات، ما كيهمونا لا قهاوي تما لا حتى شي حاجه، كتهمنا المصلحه ديال المدينه. وإلا كانوا الناس المدينه غادي يختاروا التدبير المباشر، حنا مع التدبير المباشر. كانوا الناس المدينه غادي يختاروا التدبير المفوض، حنا مع التدبير المفوض، لأن حنا كنستمدوا يعني المشروعيه ديالنا داخل المجلس من الاصوات اللي صوتوا علينا، كنستمدوا المشروعيه ديالنا من المجلس من الناس اللي كتثق فينا، من الناس